السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في مساق الطاقة والطاقة المتجددة. نستكمل حديثنا اليوم عن مصادر الوقود الأحفوري غير التقليدية، والمصدر الثاني بعد حديثنا عن المصدر الأول الأويل شيل أو الصخر الزيتي. اليوم بنتكلم إن شاء الله عن التار ساند أو الرمال القطرانية أو رمال النفط أو نفط الرمال. رمال النفط لها أسماء أخرى زي ما قلنا، زي ممكن نسميها اللي هو الرمال القطرانية، أيضا ممكن نسميها البيتومين الخام. كذلك الأمر لها اسم أكثر تقانة اللي هو رمال القطران أو الرمال القطرانية أو رمال البيتومين. البيتومين هو القطران. ليش هذا التسمية؟ هذه التسمية أكثر تقنية. ليش؟ لأنه الرمال هذه أصلا هي عبارة عن رمال تحتوي على نوع من أنواع اللي هو النفط المقصود فيه اللي هو القطران. إذا رمال غنية بالبيتومين أو بالقطران، لذلك سميت برمال القطران أو الرمال النفطية أو نفط الرمال. فزي ما قلنا زيها زي الأول شيء، رمال النفط هو مصدر من مصادر الوقود أو مصدر من مصادر البترول غير التقليدية. بتمتاز بأنها تحتوي على احتياطيات كبيرة من البترول مقارنة بالاحتياطي البترول الخام الموجود في العالم. لذلك زي ما قلنا في حالة الأويل شيل، كمان بنقول في حالة التار ساند، إنه زي ما نشوف نهاية المحاضرة طبعا، بأنه الرمال النفط أو الرمال القطرانية تعتبر مصدر بيعطينا بصيص أمل أو بصيص أمل لو خلص النفط، بأنه نقلل استهلاك النفط أو نلاقي مصدر بطيل نوعا ما، وإن كان مش على المدى البعيد، أنه كمان يعني حيجي يوم يخلص لأنه غير متجدد، هذا عيب من عيوبه. والأمر الثاني أنه تكلفة استخراجه أيضا وتبطيره ومعالجته من أجل طرحه في السوق للاستهلاك في المجالات المختلفة، هذه تكلفة عالية جدا مقارنة بتكلفة النفط الخام. هلقيتها بالنسبة للزيوت أو النفط اللي بيكون موجود أو مادة البتونية اللي بتكون موجودة في الرمال، بتكون موجودة على أحد حالتين. يا إما بيكون عندي رمل، والرمل هذا حر، يعني رمل المقصود فيه زي رمل البحر أو رمل البرص، يعني رمل زي التربة الموجودة عندنا، رمل متفتت حر، تمام؟ يا إما على شكل ساندستون أو رمال أو حجارة رملية أو صخور رملية، نوع من أنواع الصخور الرسوبية، عبارة عن رمال تسرستبت على بعضها البعض نتيجة للضغط تكوّن تحجرت وتحولت عندي لحجارة، زي الرمل الموجود على شط البحر على بس ناحية لبرة شوية، اللي هو بنسميه الحجر الرمل، حجر بتفتت. طبعا في الحالتين بيكون في هذا الرمل سواء على شكل حر أو شكل حجارة رملية، تمام، بيحتوي على اللي هو رمل بالإضافة للي هو طين كلي بالإضافة لمية، مخلوط مع مادة بتكون كثيفة، تمام، ولزجة جدا، يعني مادة لزجة جدا ولادة غليظة كثيفة من مواد بترولية بنسميها البيتومين. هذا هو القطران. القطران سائل ولكنه إيش؟ ممتاز باللزوجة العالية، ممتاز بالكثافة الكبيرة. عشان هيك زي لما جينا تكلمنا صحيح عن اللي هو الـ ABI scale، تمام، ذكرنا اللي هو أنواع النفط اللايت والهيفي والإكستريم الهيفي، قلنا انه اثقل من الاكستريم هيفي اويل كمان البيتومين، كثافته عالية جدا اعلى بكثير من المية، وبتكون كمان لزوجته عالية جدا اعلى من 10,000. فالتار ساند زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا هي عبارة عن رمل، والرمل هذا لونه مائل للسواد من كثر ما فيه مختلط معه اللي هو طين، ومن كثر ما هو مختلط معه هذا المادة القطران، مادة القطران السوداء اللزجة الكثير. طبعا الصورة هذه بتبين لي اللي هو عبارة عن أحد أشهر مناجم الرمال أو
القطرانية اللي بنستخرج منها النفط الرملي هذا موجود في كندا، أكثر دول العالم فيها احتياطي في الرمال النفطية، بيجي بعدها طبعا فنزويلا زي ما هنشوف اليوم إن شاء الله. فبالنسبة لكندا هذا بالحقل، الحقل اسمه حقل ألبرتا، حقل ألبرتا للرمال النفطية. طيب إيش البتومين؟ إحنا قلنا بالنسبة للوايل شيل كان بيمتاز بأنه فيه كميات كبيرة من الكوربين، هنا إيش الكوربين؟ هنا في عندي بيتومين. البيتومين هي عبارة عن مادة تمتاز بالكثافة العالية، تمتاز بالزوجة العالية، شكل شبيهة بالبترول، طبعا هي أصلا مادة هيدروكربونية بتكون موجودة في المخلفات، طبعا في طبعا موجودة في احتياطيات كبيرة زيها زي اللي هي النفط الخام، لكن هذه احتياطيات تحتوي على الأويل ساند والبيتشليكس. يعني في عندي أنا قطران طبيعي في هذه الحالة، القطران الطبيعي موجود عندي في مختلط بالساند مشكل عندي الأويل ساند أو مختلط بالرمال مشكل عندي الرمال النفطية. طبعا هذا الأمر الأول، يا إما أنه بنحصل عليه كناتج عن عملية التقطير اللي بيصير للنفط الخام في أبراج التقطير. احنا قلنا انه النفط الخام يتم تقطيره في أبراج تقطير. أثقل شيء بيكون عندي في القاع دائما مين؟ أثقل شيء بيكون عندي في القاع موجود اللي هو عندي الريفايند بوتيمين أو البوتيمين المقطر. يبقى أنا في عندي نوعين من البوتيمين أو من القطران. القطران ممكن أحصل عليه يا إما من الأويل ساندز، لأنه هو الأساس تبع الأويل ساندز، هو عبارة عن هو شكل النفط اللي بيكون موجود في حقول الرمال النفطية أو القطرانية، يا إما بحصل عليه كنتيجة لتقطير النفط الخام. البيتومين بتكون طبعا ناتج عن ايش؟ عن الكولاجين. يعني ان البترول اول مرحله من مراحل تشكله انه بتكون عند الكولاجين. المرحله اللي بعدها لو تعرض لضغط اكثر حراره اكثر تكون عند البيتومين، ومن ثم البيتومين بتفتت نتيجه للحراره والضغط الشديدين عشان يكون عندي النفط الخام اللي برضه بالضغط والحراره الشديدين بتكسر عندي لمركبات اخف اللي هو بنحصل بذلك على اللي هو مكونات الغاز الطبيعي الميثان والميثان والبروبان والبيوتان وهكذا. فالبيتومين ناتج عن تكسر الكولاجين. طب الكولاجين عبارة عن ايش؟ الكولاجين ذكرنا في المحاضرة الماضية على انه عبارة عن اورجانيك سولفنت، تمام، او عبارة عن اورجانيك ماتيريال، عبارة عن مركبات عضوية بترولية تتكون من الأساس من هيدروكربونات، يعني هي مواد هيدروكربونية عضوية، لكن تمتاز بأنها insoluble، يعني ما بتذوب في المذيبات العضوية. ليش؟ لأنه المولكيولر ويت لإلها أو الوزن الجزيئي لإلها عالي جدا. هذا بالنسبة للكولاجين. لكن البوتومين ماله؟ البوتومين بذوب. الكولاجين كان ما بيذوب، البيتومين لا بيذوب زي ما حنشوف قدام. هذا البيتومين كيف نحصل عليه؟ قلنا من الأويل ساندز، يا إما طبعا هذا الناتشرال بيتومين. الناتشرال بيتومين اللي أنا شايفه قدامي في الصور اللي عندي هو عبارة عن رمال بتكون متحجرة على الصور اللي أنا شايفها عندي، نحصل عليه من حقول أو من مناجم الأويل ساندز أو من حقول الأويل ساندز اللي هي الرمال النفطية. هذا القطران الطبيعي، ولكن القطران المقطر ريفايند بيتومين بنحصل عليه من تقطير البترول الخام في أبراج التقطير كناتج نهائي. فالناتشرال بيتومين اللي احنا شفناه قبل شوية موجود في دول كثيرة في العالم، لكن أكثر شيء هو موجود في كندا، في فنزويلا، في كازاخستان، في أمريكا وفي روسيا. أكثر دولتين في العالم هم كندا وفنزويلا. طبعا المقدر احتياطي العالم الكلي من النفط 2 تريليون برميل، 320 بليون متر مكعب او 320 مليار متر مكعب من النفط الخام، ولكن احتياطي البيتومين يحتوي على 100 بليون برل، تمام، هذا 2 تريليون، هذا 100 بليون برل عشان نقارن ما بين الاثنين مع بعض.
فاللي هو يعني تقريبا نسبة إيش؟ نسبة 5% منه. نسبة 70% من احتياطي العالم من البوتومين أو من القطران موجود في وين؟ في مقاطعة ألبرتا في كندا. طب من إيش بتكون الأويل ساندز؟ بتكون الأويل ساندز بشكل عام من اللي هو 10% ل 20% بيتومين أو قطران، يعني نسبة 10% ل 20% قطران، 80 ل 85% عبارة عن إيش؟ مواد عضوية معدن، مواد معدنية آسف، مواد غير عضوية، معادن، تمام؟ المعادن هذه بتشمل الرمل، بتشمل الطينة، بتشمل كل المكونات الثانية باستثناء الماء اللي بيشكل من 4 ل 6% من التار ساندز أو من الرمال القطرانية. يبقى المكونات من 10 ل 20% بيتومين، 80 ل 85% عبارة عن مواد معدنية، و 4 ل 6% عبارة عن مية. طب التار ساند كيف تشكل؟ يقول لي تشكل من اللي هو انه في عندي انا عبارة عن نفط خام. النفط خام هذا خفيف، تمام؟ النفط الخام هذا اللي هو بيكون عندي موجود، بتسرب للصخور، بتسرب للرمال، ف او اللي هو تحلل الكائنات الدقيقة القديمة في البحار الضحلة، لكن ما تعرض لضغط حرارة شديدين كافية بانه بيكون عندي بترول او غاز طبيعي، وانما كون عندي كوريتين وبيتومين فقط. طبعا التار ساندز او الرمال القطرانية بتعطيني ايش؟ ليكويد هيدروكربونز، يعني هيدروكربونات سائلة لو عالجناها تتحول عندي لايش؟ لمنتجات بترولية. فهو بيعطيني عبارة عن هيدروكربونات سائلة بعكس ايش؟ النفط الزيتي اللي كان مادة صلبة. طب الاويل ساندز قلنا من ايش بتكون؟ قلنا بتكون من المية، بتكون 4 ل 6%، بتكون من 10% ل 20% بيتومين او قطران، بتكون عندي كمان لايش؟ بتكون عندي من ساند وكلي اللي هي حبيبات الرمال والطينة اللي بتشكل عندي من 80 ل 85%. يبقى لو طلعنا للاويل ديبزيتس اللي بتكون عندي الاويل ساند ديبوزيت واخذنا عينه منها وجينا نفحصها، حلقات بتتكون من من اللي هو قطرات ماء، بتكون عندي من حبيبات رمل، بتكون عندي من فاين كلينز اللي هو حبيبات الطين، بتكون عندي من بيتومين اللي هو القطران اللي باللون الاسود اللي انا بستفيد منه فعليا، اللي اسف مش باللون الاسود، باللون الاسود هنا بين الرمل ولكن هو موجود باللون بشكل ودوي ازرق. وبالتالي زي ما قلنا الكومبوزيشن لو نطلع عليها بتكون عندي من بيتومين، بتكون عندي ساند بارتكلز، من ووتر، من كلي، حبيبات الرمال. في كندا مقاطعة ألبرتا زي ما احنا شايفين هنا عندي مساحات هائلة، مساحات هائلة جدا من اللي هي حقول ومناجم الأويل ساندز. هذه في أي قطاعة؟ في أي مقاطعة؟ في ألبرتا. فالأويل ساندز هذه موجودة في منطقة بنسميها أثاباسكا. إذا عندي أنا الأثاباسكا أويل ساندز موجودة في مقاطعة ألبرتا في كندا. طب إيش هي مميزات وعيوب الأويل ساندز؟ أول شيء مميزات الأويل ساندز إنه بالنسبة للكوست تبعها ما هوش عالي كثير. النفط المستخرج من الرمال النفطية ومن الأويل شيل اللي هو الصخور الزيتية بالنسبة لسعره مش أعلى بكثير، يعني بكثير من الكرود أويل أو من النفط الخام، لأنه تكلفة استخراجه أحيانا بتوصل لحدود $50 وبينباع بالسعر هذا، إنه في بعض المناطق بقلت اللي هو تكلفة الاستخراج ل$30 وبينباع سعر أعلى من هذا مع هامش رمح، يعني معقول الكوست تبعه مدرك. طيب يعني متوسط، لا هو عالي كتير ولا هو قليل كتير، تمام؟ الأمر الثاني إنه في عند احتياط كبير في العالم، وبالتالي يعتبر potential supplies، إنه في عندي أنا potential supplies اللي هو في عندي إمكانية إنه أنا يكون عندي مصدر محترم ومعتبر للنفط أو بديل للنفط
كمصدر من مصادر الطاقة اللي بيخفف الضغط على استهلاك النفط. أيضا سهل النقل ما بين الدول وداخل الدولة الواحدة وما بين القارات وداخل القارة الواحدة. كذلك التقنية الموجودة حاليا سهلت عندي عملية التنقيب والحفر والمعالجة والاستخراج والتوزيع للي هي التار ساندز أو للرمال النفطية. نيجي الآن للعيوب. عيوب اللي هو الأويل ساند، أول عيب عندي اللي هو الكوست، تكلفة عالية جدا، الهاي كوست. طبعا بالنسبة للهاي كوست هذه لمين؟ للأويل شيل، آسف، مش للطار، للأويل ساند. الأويل ساند أقل تكلفة استخراج من الأويل شيل. كمان الإنرجيين، صافي استخراج الطاقة أو صافي الطاقة عندي قليل. ما أخذنا في عين الاعتبار كمان لما إجينا نقبنا عن الأويل ساند، ما أخذنا في عين الاعتبار الضرر اللي بيلحق بالبيئة في هذه الحالة. فالضرر اللي بيلحق بالبيئة من التلوث ومن اللي هو تدمير للغطاء النباتي أو للقشرة اللي صالحة للزراعة، صالحة للاستخدام للبناء، للاستيطان فيها، هذه تكلفة ما دخلت عندي في التكلفة، تكلفة المنتج. احنا قلنا المنتج تكلفته متوسطة، وبالتالي تكلفة البيئية هي تكلفة إضافية ما انشملت في الماركت برايس أو في سعر السوق. كذلك الأمر، احنا عشان نستخرج القطران من الرمال ونفصلهم عن بعض لازم كميات كبيرة جدا من المية عشان نعمل عملية المعالجة والفصل. زي ما أخذنا في الأويل شيل، في الأويل شيل قلنا إنه عشان أنا أستخرج الكيروجين من الصخر، من الصخور الرسوبية هذه، كان لازم أستخدم كميات كبيرة من المية وأفتت هذه الصخور. نفس الشيء هنا في الأويل ساندز، أستخدم كميات كبيرة من الرمل، أستخرج كميات كبيرة من المية عشان أفصل البيتومين عن الرمل. كذلك الأمر لما تكلمنا عن environmental costs، قلنا إنه قديش أنا بسيب ضرر، بضرر أو بدمر البيئة الموجودة عندي، land disruption. في عندي أنا ده land disruption أو تدمير للمياه، ولا مش أي land disruption، في عندي sever، يعني اللي هو تدمير هائل اللي هو تكوين الرمال، التربة أو القشرة اللي أنا ممكن أستخدمها في استخدامات أخرى من ضمنها عملية الزراعة. كذلك الأمر الووتر بوليوشن أو التلوث المائي، لأنه أثناء عملية الفصل، أثناء عملية فصل البيتومين عن الرمال واللي بتم زي ما حنشوف اليوم بعملية ضخ للمياه الساخنة داخل الرمال المحتوية على مادة البيتومين عشان نفصل البيتومين اللي هو مادة نفطية عن اللي هو درجة عن الرمال، نفصل النفط عن الرمال. كذلك الأمر أيضا اللي هو التلوث الناتج عن ثاني أكسيد الكربون عن حرق البيتومين، لأنه أثناء حرق البيتومين يتولد عند ثاني أكسيد الكربون اللي يعتبر غاز الأول، الغاز اللي يعتبر عندي المسبب الأول للتلوث الهواء. طب نيجي لعمليات التنقيب اللي بتصير عندي على التار ساند أو اللي هو الرمال النفطية. أول شيء بالنسبة للأويل ساندز، يعني ممكن يتم إنتاجهم أو الحصول عليهم بالستريب ماينينج، تمام، اللي هو عبارة عن عملية التنجيم على سطح الأرض سطحية. أو إذا ما أمكن إني أعملهم، إني أنا أحصل على الرمال عن طريق كشف القشرة أو الستريب ماينينج أو عملية التنجيم، التنقيب، آسف، عملية التنقيب على سطح الأرض، في هذه الحالة ممكن إنه نخلي الزيت بيطلع من الرمال ويتم ضخه في أبار خاصة عبر طريقة صعبة، من طريقة معقدة من إيسايتو تكنيكس، سوفيستيكيتد إن سايتو تكنيكس،
أو اللي هي عبارة عن عملية استخراج الرمال النفطية في الموقع نفسه، وهي داخل الأرض أو داخل باطن الأرض. فهذه الطرق بيقول لي تستخدم عادة تستخدم مية أكثر، تستهلك كميات طاقة أكبر من أي طريقة أخرى لاستهلاك أو لاستخراج الغاز النفط التقليدي. تمام؟ بالنسبة للنفط التقليدي عملية استخراجه حتكون في هذه الحالة أرخص بكثير من عملية استخراج البيتومين أو القطران من الرمال القطرانية. فبقول تقريبا 80% من اللي هو الكنديان أويل ساندز أو رمال الكندية النفطية، وكذلك الأمر كل فنزويلاز أويل، كل نفط فنزويلا بيقول لي معظمهم مدفونين على طبقة، طبعا بيكونوا far below the surface to use surface mining. يعني احنا قلنا انه بالنسبة للأويل ساينز يا اما surface mining يا اما اللي هو عبارة عن تنقيب عن البيتومين. طبعا في الأويل ساينز بس قريب من السطح، او انه تكون داخل باطن الارض بعيد عن كثير عن السطح. في هذه الحاله بيقول لي انه معظم زي ما هو موجود عندي اللي هو معظم الكنديان اويل والفنزويلاز اويل. طب فما تكون بتكون طبعا مش دائما بتكون عندي انا قريب من السطح، 80% في الحالات بتكون عندي بعيده كثير عن سطح الارض، وبالتالي بحتاج انه استخدم لها نوع اخر من المايننج او التنقيب غير السورس السيرفيس مايننج او التنقيب عن وجه الارض. فلو تأملنا هذه الصورة وطلعنا فيها كويس هنلاقي انه هنا بتلخص لي تار ساند اكستراكشن ميثود. بنقول انه في الحالة الاولانية في عندي انا حقل موجود داخل باطن الارض، فانا في الاول 20% من الاحتياطيات بيقول لي فوق الارض عن طريق البيت او البيت الاوبن بيت اللي هو البئر المفتوح، يا اما عن طريق اللي هي انسايتو تكنيكس اوبن بيت، يا اما الستريب مايننج. هذول بيمثلوا لي ايش؟ بيمثلوا لي السيرفيس مايننج. وفي عندي انا كمان الجراوند او اندر جراوند مايننج. الاندر جراوند مايننج بيشمل اللي هي الاون سايت والانسايت بروسسنج او مايننج. تمام؟ فالاويل اكستراكشن وهذا البيتومين، الفكرة الاساسية انه الجزء الاول او النوع الاول من التنقيب يتم فقط عن دور سطح الارض عن طريق اني احفر انا استريب او احفر عندي خندق او عندي اللي هو احفر في القشرة الارضية لحد لما اصل للرمال النفطية بتشتمل على البيتومين. ولكن اذا كان الامر اعمق، الابعاد اعمق والأمر أعقد، في هذه الحالة بيصير عندي 80% من الريسيرفز من 80% من الريسيرفز أو 80% من الاحتياطي بتكون عندي مدفونة على أبعاد صحيحة أو أبعاد كبيرة عن اللي هو سطح القشرة الأرضية. فزي ما قلنا قبل في الإنسايتو أنا بضخ مياه أو ضخ بخار مساخن جدا، هذا البخار أو المياه طبعا بيسيح الزيت من بيستحث اللي هي السلطة الصينية. أنا إذا بيكون عندي أنا طريقتين للطريقة الإنسايتو، طريقة الإنسايتو في هذه الحالة أنا بضخ مياه ساخنة أو بخار ساخن في الرمال في طبقة الرمال القطرانية. ففي هذه الحالة بيستحث الرمال إنه تتخلص، إنه يعني بيفصل الرمال عن القطران، فالقطران عندي بينزل تحت في أنبوب تاني بيتجمع. الأنبوب التاني هذا أو البئر التاني يتم ضخه إلى أعلى عن طريق عملية اللي هي عن طريق اللي هي عملية البامبينج أند درينينج. تمام؟ اللي هو بامبينج أند سيلرز.
المعدات اللي احنا شايفينها عندنا اللي بتكون في حقول النفط العادية، فبتستخرج الرمل، بتستخرج القطران آسف، وبيتم تكريره ومعالجته بعد هيك في مصانع، على مصانع أو في مصانع على سطح الأرض. فمرة ثانية بالنسبة للتار ساند اكستراكشن ميثودز، يا إما بيكون عندي إذا كان على بعد أقل من 75 سنتي أو 75 متر آسف، بيكون عندي أنا أوبن بيت أو سيرفيس مايننج، بسميها سيرفيس مايننج اللي هو التنقيب أو التنقيب التنجيم مثلا، نقول منجم، أو التنقيب أو البحث عن الرمال القطرانية من على سطح الأرض. طبعا هذا بنقسم لقسمين زي ما قلنا، اللي هو الستريب مايننج والاوبن بيت مايننج. هذا بيمثل اللي هو الستريب مايننج مش الاوبن بيت. يا اما انه الاندر جراوند سيرفيس مايننج، طبعا الثاني انسايتو مايننج. في الانسايتو مايننج او الاندر جراوند، في هذه الحاله ايش اللي بصير عندي؟ بصير انا بستخدم بئرين للضخ، بئر لضخ المياه وبئر لضخ النفط من باطن الأرض إلى أعلى. فبئر ضخ المياه أو البخار، بيتم ضخ بخار ساخن في باطن الأرض، ففي هذه الحالة بيفصل الحرارة، حرارة البخار بتسخن عند الزيوت فبتفصلها عن الرمال، وبيتم ضخها مرة أخرى في الحقل الآخر عشان يكون بيتومين، اللي هو بيتومين فقط بيحتوي على القطران فقط، وبتم ضخ في هذه الحالة القطران إلى سطح الأرض. فإحنا بالنسبة للسيرفيس مايننج، أول حاجة عندي الأوبن بيت مايننج. في الأوبن بيت مايننج بكل بساطة حوالي 20% من الأويل ساندز بيقول لي الموجودة في العالم كله، الرمال القطرانية بتكون قريبة من سطح الأرض. قريبة من سطح الأرض يعني على بعد اللي هو أقل من 75 متر من سطح الأرض، يعني لحن في حدود 75 متر أو أقل. طبعا هذه 20% اللي بتكون قريبة من سطح الأرض، تمام، بتأثر على 3% من السيرفس أريا للأويل ساندز. فالأوبن بيت مايننج أو الأوبن بيت يعني المقصود فيها اللي هو البئر المفتوح، طريقة البئر المفتوح أو طريقة التنقيب البئر المفتوح سيميلر، شبيهة بمين؟ بالتنقيب عن الفحم. فالفكرة الأساسية إنه بكون في عندي أنا حفارات عملاقة بتاخد الأويل ساندز بتحطها في جرافات في تراكس، الجرافات هذه بتاخدها بعد هيك لمناطق تانية أو لنفس الحقل بس لمعامل بسميها كراشرز، كراشرز لمطاحن، مطاحن كبيرة بتطحن هذه الرمال أو بتطحن هذه الصخور اللي فيها، بتحول إياها لمسحوق. بعد هيك بيقول لي إنه اللارج كلامس من الكلي آر بلوكين داون، يعني لو عندي كميات كبيرة من الكلي، كميات كبيرة من الكلي أو من الطينة أو اللي هي التشكلات الكبيرة بتكسر برضو هي الثانية. فبقول لي بعد هيك الأويل ساند بعد ما بتسين تكسيره وطحنه بيتم خلطه بالماء، فبعد هيك بعد ما ينخلط بالماء بيتم ضخه في أنابيب اللي هي معالجات. فالبتومين في هذه الحالة بينفصل عن مين؟ عن الأذر كومبوننتس أو المكونات الأخرى. هذا بالنسبة للأوبن بيت مايننج. فزي ما احنا شايفين هنا الاوبن بيت مايننج، انه في عندي انا بكون في عندي مايننج شوفلز، المايننج شوفلز هذه او الحفارات العملاقه بتحفر عندي الرمال وبتاخذها بتصبها في ايش؟ في كراشرز، طبعا في جرافات، الجرافات تبعتها للكراشرز، الكراشرز بتصبها عندي وبتطحنها بحيث انه في الاخر بيتم، طبعا بحيث انه في الاخر بيتم فصل الغاز عنها او النفط عنها والقطران عنها وتخزينه زي ما احنا شايفينه هنا، تمام. وبعد هيك الناتج عندي بيتم معالجته وضخه الى السوق من اجل بيعه. لعند هنا بنحاول لعند هنا بنكون اتكلمنا عن التار ساندز او الرمال القطرانية او الرمال النفطية،
وإن شاء الله بنكمل في المحاضرة الجاية في نفس الموضوع، ولكن مع اللي هو تفصيل أكثر عن طرق استخراج والتنجيم والتنقيب عن اللي هو الأويل ساند أو الرمال النفطية أو القطرانية. في أمان الله.